بكل الود بكل الحب نتواصل وتتواصل جولاتنا. واليوم كان المفروض نقول وبكل أسف لأنه اليوم نرجع الفوشانة اللي هي بعيدة خطوتين على قلب العاصمة. نرجع الفوشانة مفروض هذه السوق البلدية في فوشانة كنا جيناها عام التالي تقريب ولا أكثر من عام لقيناها في حالة مزرية. اليوم نرجع لها نلقاها في حالة أكثر معناتها الأمور ماشية وتتدهور. هنا كانت ممرة وكانت تذكر حكينا معها كانت تبيع خرجت كما خرجوا الناس الكل. أنا اليوم مانيش باش نعمل بوان مارشي، اليوم باش نحكي على الوضع المزري نتاع هالسوق هذية، السوق اللي هجروها مليها. أنا يقولوا لي حتى الماء ما ثماش لهنا، يعني من الحاجات المضحكات المبكيات خليني نقول. وخلينا نصور لهنا شوفك الحالة بالله، وأنا قبل بالله ما نكمل ساعة نحكي على الوضع المزري نتاع هالسوق هذية، خليني نقدم الفريق اللي قاعد يخدم معايا اليوم اللي هو صادق الصفاقسي قاعد يأمن في الصور هذية، وليد الخضيري هو موظف هالفريق هذا. صور يا صادق، صور وين مشاو مالي السوق؟ ثم حد هاهم شوف صور هذه كلها نصب فارغه، احوان فارغه، قطاطس، الفضلات تو نشوفوا حتى الوحده الحاويه نتاع الفضلات موجوده في وسط المارشي. ايوا واش القطوسه تبع فينا تحسب يمكن عندنا ما نعطيوها تاكل ولا حاجه. انت صور صادق، انت خليك ركز على الحكايات هذيا تو من بعد نشوفوا احنا شفما خضره وغله وحكايات. ركز هذه السوق البلديه. شوفك العنكبوت يقول لك ربيت العنكبوت هاك يبين لك مش لازم نحكيه. صورونا بلاي صادق هنا باش نوريو صور صادمه ما يسالش. سامحونا على نوعيه الصور هذه حانوت معناتها لهنا ولات ملاذ نتاع حيوانات سايبه وكهوا. نمشيو مش لازم نركزوا برشا جست نوريو ليماج احنا ونتعداو. هيك الحاويه نتاع البلديه هاو تشوف، يعني مانيش نحكيو في المطلق. احنا سوق هجروها، احنا وحدنا اليوم كتير اللي يغني وجناحه صادق باش نوصلوا حتى الغادي ونرجعوا من هنا ولا تندوروا هكا خاطر باش نحل السباله. انا خلينا نشوف خاطر يقولوا لي حتى الماء ما ثماش غاديك معطب هاوكا معطب يعني كيما واش هيجا ريت السباله خويا هيك بلاش هاك البابيون هذاك اللي يحلوا به ويسكروا. هذه السباله. دونك هذه السوق البلديه مسقفه بالزنك داير هاكا مو غادي يدخل الماء. خلينا ناخذوا فكره على السوق وعلى احوال السوق. على السلامه مدام، يعيشك. تو معقوله في فوشانه اللي هي بعيده تقريبا بالكرهبه تقريبا درجه على وسط العاصمه نلقاو سوق كيما هكا؟ والله هذه حاله البلديه فهمتني. نورمال مورا سوق كبير فهمتني وبرشا حاجات مطرفين يشروا واللي يبيعوا في السوق وكل شيء تلقاهم ما فماش برشا حاجات ناقصين لهنا طلبات ومعناتها ماهيش قاعده تتنفذ وكل شيء. فما طلبات هما يطالبينهم ومش قاعدين يطالبوا فيهم. ساعات نروحوا للسوق اللي على حاشيه ثنية على الكياس على النصابه اللي نتاع البطحه فهمتني. وربي معاهم وربي يعاونهم. ولا يعطيك الصحه مدام خاطر احنا يلزم نقعدوا نشريهم السوق هذيا باش نجموا نحسنوها باش تتعرف بوجه وجه البلاد. معناتها باش واحد يجي يهبط يلقى الحوانت معمره السوق هذيا كل شيء طلباته فيهم ما فماش حتى شيء هكا تشوف. الله يجريها على السلاح، الله يجريها. خذ شويه بلايك يا صادق بلاي كمان لابد باش نوريو للعباد. فارغ المرشي معنا، احنا جينا نصوروا كيفاش فارغ وعلاش فارغ وكاو. حتى سباله ما تخدمش، قصينا بلاي جا قولها لي على لسانك انت. اي ما يسالش احنا خاطر نحبوا نحكيوا عليها نوجهوا رساله للبلديه. احنا ما لقيناش ماء، شنو هي الحكايه؟ الحكايه العباد تجي تعبي في الماء من السباله نتاعنا، جاتهم برشا جماعه البلديه قصوا علينا. تو بلاش ماء لهنا؟ بلاش ماء عندنا تو 3 شهور. انت تخدم هنا؟ نخدم هنا عندي نصبه لهنا. انت مولات نصبه اللي في الباب؟ ايه ولا هي عاملين جينا وحكينا معاها. ايه في بالي. ايه
شنو اخر بلي من خلاف الماء؟ النظافه، شوف المرشي، شوف علاش قصوها؟ قصوها حتى الناس كل يجي يعبوا في الماء، عندهم حق زاد. قال لك تو باش اول مرشي باش نريقلوه نصلحوه، وبعد ما نصلحوه ترجعوه قبل الماء، مش باش يخلوه مخصوص ديما. زاد شنو اللي يجي يعبي كراه باش يتعبي في الماء؟ واحد عندهم حق. ايوا اش معناتها هذه الحكايه، دونك الماء مش قصوها على خاطر الناس من برا. من برا تجي تعبي في الماء، يجيبوا البيض الكبار ويعبي كركر هز كركر هز. ياك قصوا، جات فاتوره كبيره البلديه ما تخلصش. قصوا لنا الماء. والعنكبوت في الدنيا. شوف الخمش ها، شوف هذا مرشي لا ينظفوا ولا يعملوا حتى شيء، هكاك هكاك هك تشوف. من غاديك نكملوا النصبه اللي من غادي ومن بعدها نخرجوا برا بالله، وركز ركز على الفراغات يا صادق. سلام. سلام على السلام. اهلا بك. جيت تقضي ولا جيت لا تفرج؟ لا انا جيت شويه نقضي، جيت شويه نتفرج. خاطر عجب ربي ريتو لهنا. ايه عندك مده، عندك سنوات ربي. ربي يهدي، ربي يهدي، ربي يجيب يصلح الحال كما ديما تقول، ديما ربي يجريها على السلاح. ربي يفضلك اخويا، ربي يجريها، عايشك يعيشك، ربي يفضلك انت زاد. اي صادق، اي صادق، اي 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 صحيت صادق، هكاك نحبك يا صادق. هاك تشوف هذه حال السوق البلديه في فوشانه. شنو؟ اي عندنا واحد في النهار وعندنا واحد في الليل، هذوما اللي يجينا. اي يجي واحد في النهار وواحد في الليل. والماء منين تجيبه؟ الماء هاو نجيبه تو. شويه هكا. كيفاش تجيب الماء من برا؟ لا من القهوه، هذه نجيبها من القهوه. القهوه؟ اي اي ها مولا القهوه، نجم نقول لك ما تهزش الماء. ما قلنا ما تهز الماء، بالنسبه لي انا نجيب من الدار، نجيبه من الدار بالماء. وزاد مول القهوه عنده حق يقول لك ما تهزش، نجيبه من ديارنا الماء. ها نجيب انا من الدار تو برك، جبت الزباده. سلام. ولا حاله حاله ان شاء الله. هما قلت لي باش يعاودوا اهلنا، ما جاش عيطونا، احنا مشينا غاديك البلديه راه قالوا لنا تو رجعوا، هذا باش رجعوا الماء وباش يرقلوا لكم اموركم شويه وقت وكا. على كل هذه رسالتنا راهي ليكم انتم يا اعضاء المجلس البلدي بكل لطف، معناتها يجيو على الاقل رجعوا لهم الماء، اعملوا عساس ما نعرفش انا، حطوا عساس لهنا يسكر الباب ما يخليش الناس تجي تعبي. زاد عندك الحق انت باش تسكر الماء وقت اللي يتولي العباد كلها تجي تعبي في الماء من هنا بلاش. وهذا راهي حالة وعي، خليني نقول حالة وعي عند المواطن. راهو المواطنة راهي مسؤولية، المواطنة مش نحط دراب وقال شنو قال، أنا مواطن ونحب بلادي، لكن نحب بلادي زاد نستحفظ على ممتلكاتها ونستحفظ على حاجياتها. دونك هذه رسالة للبلدية، إن شاء الله يعاودوا يأهلوها السوق هذية، إن شاء الله كيف نجيكم المرة الجاية هكا تخلصوا لي المبروك. إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله. برا خلينا نهبطوا نشوفوا الجزار البرا. كلمتوها مع الماء. اي انا من بكري نتكلم مع الماء. ولو سخ زاد. ولو سخ اي اي جا وريني. انا هاني قاعد نصور، هاني قاعد نصور ها. هاني هذيك صورناها. هاك الحكايه هذيك. الخدامه وين يطبع فيكم وش لا قاعد حتى ينظف. اي انا شفناها هذيك. فما رعايه، لا فما عباد تجي تكونترولي، لا حتى شيء. تفرج العنكبوت، تفرج قال في الليل كان يدموش. لا فما مبتشر لا حتى شيء، هذوما كلها تافهين راك تشوف فيهم، صورهم تلقاهم كلهم تافهين. كلهم تافهين. جوست انبوبات، ويجي يقول لك اجي خلص، تخلص. ما نجمش نخلص في الحالة. هكا ولا لا؟ مش قاعدين نخدموا، مرش هكا تشوف فيه فارغ، كلها خرجت لبرا من الوسخ، من حال المزري هذه الكل، كلها خرجت لبرا، كان جات فما رعاية لهنا ولهين بالمرش، فما شكون قاعد يكونترولي وكل شيء. راهو يخدم المرش على روحه. ربي يجريها على صلاح. امين. امين يا ربي. عايشك. برا صادق. احنا نخرجوا لبرا بالله، خلينا نكملوا بإيماج الاخرى حلوه شويه. شو صور ها هو ها هو، هذه حال المرشي. احنا على كل نخرجوا توا من مرشي خاطر الجزار لبرا، على قليله نكملوا بصوره حلوه، ما مش لازم نقعدوا ديما نعديوا. كان في الصور اللي بكل صراحه صور ما ترت. السلام عليكم. الله يعينكم. سلام. الله يخليك يعيشك. ايواش الله يعينكم. كلها شباب لهنا تبارك الله ما شاء الله خويا، يعطيكم. لا انا راني جيت بناء على ناس البرة شكروكم، دونك انا جيت حبيت نوري الصوره هذه نتاعكم انتوما، وزدت نفرح اكثر كي نلقاهم شباب تبارك الله يخدموا لهنا.
تو كان نعيط لك في عيد الكبير جيت البحلي العلوج انا حتى مزيف في اي وقت مرحبا بك خليك يعيشك خذ البلاك هاك العلوج 27 الهبره ب 27 و 800 مازلنا ما وصلناش لل 30 و 29 دونك حاج اهلا وسهلا شنو اخذت لنا اليوم باش نجيو بحذاك مرحبا بكم في كل وقت فشان اهل الكرم واهل الجود واهل واللحم اللحمه الممتازه اي شنو خذيت لنا خذيت شويه لحم سلته يسموها سلته اشترف خذ اي اشترف خذ اي شنو نجاوب هذاك اليوم مرحبا بكم الكل ومرحبا بالقناه نتاعكم يا خويا الله يخليك احنا جيتوا الفشان ضياف عنا يا خويا ربي يفضلك عايشك الله يبارك ربي يفضلك دونك احنا 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 هكا مثال صادق خليني ورايك شباب هذوك نحب ناخذهم هما مثال انا خليني نحكي وحدي كتير اللي يغني وجناحه يرد عليه اما بحق يعطيهم الصحه على خاطر ما عادش ثم برشا شباب كيما انا كيف يعطيكم الصحه الاولاد احنا هكا باش نكونوا كملنا جولتنا اليوم تسوق وتذوق في ما يسمى بالسوق البلديه في فشانه اللي مره اخرى نقولوا انه الحاله نتاعها كيف نقول حاله مزريه ما نكونش اديت المعنى الحقيقي لهالسوق هذيا ان شاء الله رسالتنا للبلديه انها تتلفت للسوق هذيا على الاقل من حيث النظافه مش معقول حاويه نتاع فضلات تكون موجوده في وسط السوق مش معقول عنكبوت مغني مش معقول الحانوت اللي صورناها واللي فيها الفضلات مش فضلات هي فيها الحاجات نتاع الحيوانات على كل برشا برشا صور اليوم نعتذر وانه يمكن نعديوها يمكن توجع في العين لكن يلزمنا نعريو الحقائق نتقابلوا غدوه باذن الله في موعد متجدد مع التسوق والذوق وفي الاثناء ديما نقول ان شاء الله ربي يجري على الصلاح الى اللقاء